مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كوتشينج رياضي. اليوم احنا حاضرين مع البرو أسامة البحيري، من بين أحسن الكوتش والمشهورين على الصعيد المغربي في القاعات الرياضية، اللي غادي يقدم لنا مجموعة من المعلومات والمعطيات خاصة على مستوى عضلة البطن اللي غادي نخدموا معها بها اليوم. أسامة أهلا ومرحبا بك. صباح الخير. الحمد لله، ميرسي بوكو. اليوم غادي نوجدوا ليزيكزارسيس خاصين بعضلة البطن لي زابدومينو. اشنو في نظرك يعني المشكل اللي كيبقى عند المصطفين خاصه في البحر لي بيسين؟ اشنو النصائح اللي تقدم لهم؟ اول نصيحه، لبليزير ديك اليوم كيجيو عندنا، البروبليم اللي كيكون عندهم هو الكرش. لوبجيكتيف الوحيد اللي كيكون بغيو يحيدوه هي البطن، هذا هو البروبليم. اي حاجه كتعالج من الكرش الا مشيتي تا طولت على واحد المده كتكون صعيب باش تحيدها. حتى حاجه مصعيبه عندنا في السبور، مي خصك ضروري كما كنقولوا خلاو الدمر الا بغيتي تلقى واحد الريزلتا. حنا الناس اللي كننصحهم النصيحه الوحيده هي اول حاجه هي التغذيه. سي تري امبورطون، سي تري امبورطون، سي تري امبورطون. حيت لا بليزير دي بيرسون كيجي وباغي يحيد الكرش، كيسالي عندك واحد لا سيونس ديال اون اور ديال الكرش لي زابدو 100% لي زابدو، كيمشي كياكل لك واحد طاجين ولا كياكل لك المهم شي حاجه فيها الكارب فوالا لي كالوري. ما يمكنش كتقول امبوسيبل انك نعطي لو ماكسيموم عندي ككوتش، كنلبي لك الرغبه ديالك انك كنعاونك كنساعدك، مي انت ما كتعاونيش ككليون. شوف لهذا خصنا نكونوا انا وياك متفقين. سي بور سا قلنا دي كوتشينغ اللي كنكونوا فاهمين انا وياك، باش تتبع معايا ايطاب ايطاب. كنخدم معاك على كيفاش كتاكل، كيفاش تخدم، الوقت اللي كتنعس فيه، بليزير دو طون. اسامه، لي زابدومينو او عضلات البطن يعني كاين بزاف ديال ليزيكزارسيس، ليزيكزارسيس دي سول، كاين الفيلو، كاين بزاف ديال الحوايج. اليوم اسامه شنو غنخدموا؟ اليوم سيدي موجدين لك بالنسبه للناس اللي كيجيو اول مره ما يمكنش غنبداو معاهم دي اكزارسيس لي ديفيسيل. سي بور سا كنعطيهم لي اكزارسيس لي تري فاسيل باش يتموتيفا في لاميغ طون، تكون عنده واحد لينيرجي باش يكمل معايا. فوا اليوم ان شاء الله غنديروا واحد لي زيكزارسيس او سول، اون فاترافاي افيك لي جامب، اون فاترافاي افيك لي ما، دي تري 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 فاسيل اكزارسيس. مشينا، الي اون فا كومونسي افيك لي بتي شوفمون بور باسي ديريكتومون بور ترافايي لي زابدو. الي الي 1 2 3 4 5 6 7 8 Allez, 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 1, 2, voilà, super. Utilisez les mains, voilà, super, magnifique. On la met, on respire. Et doucement, super, magnifique. مشاهدينا، كيف تابعتوا معنا في المرحله الاولى في هذا البرنامج، ضروري من الاعتماد على التسخينات، التسخينات اللي هي ضروريه باش الانسان ما يوقعش ليه تمزق عضلي. اسامه راه ماشي اليوم السخينات ولا ما حرقني، ولكن غنشوفوا نتبعوا البرنامج ديالو كيفاش داير. مزيان، اون با باسي ديريكتومون او سول. سافا شامبيون؟ سافا. تي سونتي بيان؟ لي شوف مي لا باسي بيان؟ مزيان. مانيفيك، اون با كومونسي؟ داكور. مانيفيك، تي ان بروبليم سور لو دو ديالك؟ نو؟ سوبر. اون با كومونسي مانتينون افيك لي جامب. افيك حيت لو بروبليم كيكون في لو با دو فونتر. هذا هو البروبليم لو بلو بار دي بيرسون كتكون صعيبه. غنبداو بها و ابري غنطلعو لو فونتر فوق. اوكي، الي اون فاترافاي افيك لي جون. الي فوالا سوبر. الي بلوكي لي جون دويسمون. 1 2 اون فا باسي ديريكتومون مانتينون بور لو هو دو فونتر. اوكي، تو فا توشي مانتينون لي جون افيك تي مان. الي 1 و لا ميم طون ريسبيراسيون، سي تري امبورطون شامبيون. C'est comme la récupération. Voilà, 7, 4, 5. Allez, relâchez. Allez, continuez le travail. 1. Allez, la respiration, champion. Voilà, bloqué. Allez, relâchez doucement. Champion, ça va? Super. Ouais. Troisième exercice et la dernière. Ok? Tu sais, c'est quoi ces exercices? C'est très important, c'est les hanches. C'est le problème où il y a nous, nous, ok? On va commencer. Allez, champion, relâchez. Très bien. Voilà, super. Super. La respiration. Allez, voilà, super. Et toujours la respiration, c'est très important, champion. Voilà. Oui. Je mets minch. Je mets yesh. مشاهدينا، من بعد ما كملنا ليزيكزارسيس ديالنا مع الكوتش اسامه، غادي نبقاو المرحله الاخيره في الحلقه وهو التحدي. نشوفوا اسامه شنو موجود لنا في التحدي. ابخي التحدي خص ضروري الماسيدي، وهذه انا بعدا ككوتش اللي كنوصي اي رياضي واي واحد كيجي للكلوب خص ضروري الماء، حيت لا بليبار دو بيرسون كيجيو للكلوب ما كيجيوش معاهم لا بوتي دو دو. هذا سي غران فوت. اوكي، حيت ضروري المرة موصينا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام وموصينا الله سبحانه وتعالى.
عاد حنا كرياضيين لوكور ديالنا كيكون واحد لو بيزوان عنده، خصوصا دابا انت كيعرقتي وكيوليتي راه كيكون واحد لوكور ديالك باغي يشرب الماء شوف يعني كيعاون حتى في لي بليسيور ما كيكون بيان سور وحتى ما كتكون عندك واحد ريكوبيراسيون ما كتعياش بزاف شوف تقدر تشرب دابا شكرا لك صافي غران بليزير صافا شوفيون صافا شنو كاين ساعه التحدي مرحبا الشالنج اليوم غيكون لوبجيكتيف ديالو موان ريكوبيراسيون بليس دو ترافاي غنحاول نخدمو لا بوكس في لا ميم طون On va passer directement au sol pour travailler les pompes. Très facile. Je vais donner l'exemple, pas de problème. Oui, oui, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, allez, plie un peu le genou. Face avec le sac. Oui. Toujours regarde l'adversaire. Regarde l'adversaire bien. OK. Allez, je suis un trailer, je suis un maxi-brich. Trailer, on est là. Un brich, je suis un trailer, je suis un maxi-brich. Poitrine avant, contractiver les abdos. Et les direct, rapide. Allez, on va commencer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Passez directement au sol. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore. Allez, la main travaille, la main travaille. Allez, 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 debout, 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 rapide encore. Il reste 2. Allez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, directement au sol. Allez, encore. Allez, 1, 2, 3, allez, 4. Il reste rien, champion. Allez, allez, tu es capable de continuer. Allez, stop. Le maximum, c'est la dernière. 7, 8, 9, 10. Allez, la dernière. Oh. Oh. Allez, 1, 3, 2 points, 2 points, 2 points. Allez, 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 champion, allez, Rachid. La dernière. La dernière. Oh, magnifique. Ça va? Bien. C'est bien. Ça va, oui. Tu es comme ça. 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 ما عندي ما تسالك كنشكركم وكنشكر بزاف قناه شوف تي في على الحضور ديالها وشرفتوا بينا ونهار كبير هذا ومرحبا بكم مرحبا بك شكرا لك بزاف اسامه على العديد من المعلومات اللي قدمتيها للمشاهدين وكنتمنى ان شاء الله ان مازال يكونوا بيناتنا حصص اخرى لنخليو المشاهدين ديالنا يستافدوا ان شاء الله بيان سور ان شاء الله ميرسي بزاف واسمحوا لنا على نطولنا عليكم بالعكس شكرا لك بزاف المشاهده كنتمنوا تكونوا استمتعتوا بشكل كبير في هذه الحلقه اللي خصناها لعضلات البطن مع الكوتش ديالنا البروفيسيونيل اسامه كنشكركم مره اخرى على المتابعه والى اللقاء